ازيكم؟ ولسه بكمل معاكم موضوع المرة اللي فاتت، لكن قبل ما ادخل في الموضوع لازم اقول تنويه صغير ان الشباب والشابات اللي 18 سنة فأقل ياريت ما يتفرجوش على الفيديو ده مش موجه ليكم ومش هيفيدكم ومش هيحسن حياتكم، ده معمول للي اكبر منكم. دلوقتي بقى ندخل في الموضوع، وهو ازاي نتعامل مع الخيانة الالكترونية. في الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن الخيانة الالكترونية واتكلمت على الفيشس سايكل، الدايرة الجهنمية اللي ممكن تؤدي لحدوث هذه الخيانة الالكترونية. الخيانة الالكترونية مختلفة عن الخيانة الفعلية، ان ممكن يكونوا الاثنين من على بعد بيتكلموا مع بعض، او الطرف اللي بيقوم بهذا الفعل بيتفرج على حاجة مؤذية لمشاعر الطرف الاخر. لكن في نقطة خطيرة جدا جدا، ان الخيانة الالكترونية ممكن تتحول لخيانة حقيقية. لو الاشخاص دول في نفس المكان في نفس الحيز ممكن التعامل مع بعض يغريهم ان هم يتقابلوا في الحقيقة، فده برضو نقطة مهمة جدا. فالدايرة بتبتدي بعمودين اساسيين للرضا العاطفي او الشبع العاطفي اللي الزوج او الزوجة او الطرف الاول والطرف الثاني بيحسوا بيه. والعمود الاولاني هو طبعا الشبع والرضا الجنسي، والعمود الثاني هو الحميمية العاطفية. لما بيحصل خلل في واحد من الاثنين او في الاثنين مع بعض، لان في برضو بينهم علاقة قوية جدا، الحميمية العاطفية بتساعد الشبع الجنسي والشبع الجنسي بيساعد على الحميمية العاطفية او القرب النفسي العاطفي بين الطرفين. لما بيحصل خلل في الاثنين دول طبعا ما بيحصلش شبع عاطفي، فبيحصل ما يسميه العلماء الباحثين في المجال ده بالازدواجية العاطفية، كأن الواحد مقسوم من جواه، لان في فجوة كبيرة قوي في قلبي وفي مشاعري. بتظهر بقى الازدواجية العاطفية دي ازاي؟ واحدة من العوارض اللي هي الخيانة الالكترونية، بس مش ده بس، في العصبية، في التوتر، في الزعيق، في البعد بقى ان هو يركز قوي قوي على شغله فيسيب البيت، ما يبقاش طايقهم، الكلام ده كله. وممكن يتطور الوضع لخيانة الكترونية، ان الناس تدخل اونلاين تتشات مع اشخاص تانيين يتكلموا مع بعض، الكلام ممكن يكون كلام عادي يتحول لكلام مش عادي، وممكن بقى كمان يتفرجوا على حاجات مش لطيفة. برضو اتكلمت على 5 انواع من الدوافع اللي ممكن تؤدي الى ده. فانا النهاردة عايزة اتكلم على ازاي بقى نتعامل مع الموضوع ده. وهنا في الموضوع ده في 3 اطراف مش طرفين. الطرف الاولاني وهو من يقوم بالفعل، مش عايزة اقول الخاين او الخاينة، من يقوم بالفعل. وفي الطرف الثاني اللي هو الطرف اللي في العلاقة المتضرر من هذا الفعل، سواء زوج او زوجة. وفي الطرف الثالث، لان الطرف الاول ده محتاج طرف ثالث يتكلم معاه، والطرف الثالث ممكن يكون شخص او انسان او انسانة، واحد بس او واحدة بس او عدة. ان هذا الزوج بيكلم ستات كتير، ان هذه الزوجة بتكلم رجالة كتير، او ان في شخص بعينه ان هذا الزوج وهذه السيدة بيتكلموا كتير مع بعض، او هذه الزوجة مع هذا الرجل بيتكلموا كتير مع بعض. بس هو مثلث 3 اطراف. طيب نيجي للدافع الاول وهو طبعا الشبع الجنسي. يمكن هتكلم الاول على المخطوبين، لان واللي خلاني دخلت الموضوع المخطوبين في الموضوع ان جاتني
رسالتين من شابتين مخطوبتين وعلى وشك انهم يتجوزوا، واكتشفوا الموضوع ده حاصل مع خطيبهم، يعني كل واحدة مع خطيبها. فطبعا يعني الموضوع حرج وحساس ومش عارفة، وهي بتحبه ومرتبطين، وفي واحدة منهم كمان مكتوب كتابها وخلاص هتتجوز. ففي مرحلة الخطوبة طبعا المشكلة ان ممكن يكون مفيش اتصال جسدي بين الطرفين، ف يعني على امل ان لما نتجوز يبقى خلاص، يعني خلاص مفيش حجة، يعني مفيش حجة في الموضوع ده. لكن برضو لسه في مخاطرة ان حتى بعد الجواز يستمر هذا الفعل. فحتة ان احنا نفهم امتى بيحصل لنا هذا الشبع الجسدي والجنسي ده مهم قوي قوي قوي. والموضوع يمكن عشان كده خد مني وقت طويل جدا جدا في الدراسة، وطبعا انا جوزي دكتور نساء، فاتكلمت معاه وجاب لي مصادر وجاب لي حاجات عشان اقراها وافهم كويس قوي. في عوامل كتيرة جدا جدا بتؤدي للشبع الجنسي، في منها عدد يندرج تحت ما يسمى بجودة الحياة. وموضوع جودة الحياة ده شيء مهم جدا جدا. ايه اللي بيخلي حياتنا مزعجة؟ لان الاسباب اللي بتخلي حياتنا مزعجة وبتأثر على جودة حياتنا كمان ممكن من الحاجات اللي بتأثر على احساسنا بالفولفيلمنت، بالساتسفاكشن، بالرضا، بالشبع الجنسي. مثلا من اهم الاسباب مثلا اللي لقيتها الصحة، سواء رجالة او ستات، ممكن يكون الشخص عنده الرغبة في ده، ممكن تكون الست ما بتقرفش من ده، ممكن يكون الراجل ما عندوش مشكلة نفسية ولا عقلية ولا عصبية في الموضوع ده، ولكن برضو في حاجة مش مظبوطة. صحة الطرفين مهمة جدا جدا جدا، الصحة الحقيقية بقى. الناس اللي عندها مشاكل في القلب عندهم مشاكل في الموضوع ده، الناس اللي عندها سكر عندها مشاكل في الموضوع ده، الناس اللي عندها ضغط عندها مشاكل في الموضوع ده، الناس اللي عندها أمراض معينة، هشاشة عظام بيسموها ايه، فايبوميالجيا، اللي هي بيبقى فيه آلام عامة في الجسم، في المفاصل، في العضلات، بيبقى عندها مشاكل في الموضوع ده. لأن هذه العملية وهذا التلاحم اللي بين الزوجين ما بيعتمدش فقط على الجهاز التناسلي، لأ، ده بيعتمد على الهيكل العظمي والعضلات والمخ والراحة والتغذية وحاجات كتيرة قوي قوي قوي. طيب، في عندنا مشاكل صحية، طرف من الطرفين عنده مشاكل صحية، ممكن الست مثلا يكون عندها هشاشة عظام ما بتقدرش تستحمل الحاجات دي، او عندها القلب، الراجل عنده القلب عنده الحاجات دي، بس في رغبة لسه. فده بقى عامل زي ايه؟ زي اللي ياكل اكل صحي او اللي يروح ياكل فاست فود، وجبة سريعة، شوية شيبسي، حاجة من الحاجات المضر. الافلام والكلام مع الطرف الاخر ما بيتطلبش مجهود فعليا من الشخص اللي بيقوم بهذه العملية، مفيش مجهود جسدي مطلوب لمجرد ان انا اكتب كلمتين او ان انا اتفرج على حاجة، مفيش مجهود جسدي. فبالتالي صحتي الواهنة قادرة تستحمل الكلام ده. المشكلة بقى في الموضوع ده، وان هو زي ما بقول لكم ان هو عامل زي الفاست فود، بيشبع للحظة. انت ممكن تاكل كيس شيبسي قد كده وانت بتتفرج على التلفزيون على فيلم، وقاعد عمال تقرمش كرانش والملح بتاع الشيبسي والمكسبات الطعم والحاجات اللي هم حاطينها فيه، وبعد ما تقوم، ايه ده، انا لسه جعان، ايه ده، انا صحتي اتدهورت اكتر واكتر. لان الفاست فود والجانك فود اللي انا بشبه بيه
هذه الأفلام وهذه العلاقات المنحرفة ما بيشبعش. لما بتخلص فترته سواء طويلة أو قصيرة، الشخص بيقوم ضعفان أكتر. بعد ما ناكل في ماكدونالدز كتير جدا جدا بتحصل، ان بعد ما ناكل ونجيب هابي، مش هابي ميل، هابي ميل دي بتاعت الاطفال، بيج ماك ومش عارف ايه والكلام ده، ونشرب لتر بيبسي والكلام ده، ايه ده، بس انا لسه جعان ليه؟ لان هذه الكمية الكبيرة كانت ريش على ما فيش حاجة عايشة، ادتني سعادة مؤقتة لحظية. حتى كمان العلاقة الجنسية بين الاتنين، الزوجين، اللي هي الحلال الكويسة الجميلة اللطيفة الناعمة لكل دوة، برضو مؤقتة، ولكن ما بتسيبش الحالة النفسية للطرفين وهنة ونخرة ومسوسة. فنشوف كده جودة حياتنا. طبعا يعني انا هتخيل ان في الطرف التاني عرف عن هذه العلاقة ما بين الطرف الاول والطرف التالت، سواء الطرف التالت ده بقى واحدة او واحد او عدة وحايد. قبل ما اروح واواجه، تعال يا استاذ ايه ده وايه ده وايه ده، تعال يا ست هانم ايه ده وايه ده وايه ده، لازم اقف الاول واقفة مع نفسي وابتدي اقعد اقيم بدون ما اتهم نفسي على فكرة بالتقصير. وقبل ما اروح لحد واشتكي اقف الوقفة دي مع نفسي. يعني دلوقتي بتكلم على خطوات عملية، وقف هذه الوقفة مع نفسي قبل ما اروح اشتكي مثلا لبابايا ولا لعمي ولا الخالي ولا لصاحبي المقرب واقول له مراتي بتعمل كذا وكذا وكذا، او اروح لمامتها او اروح لباباها او الكلام ده، اقف يا ترى احنا جودة حياتنا بشكل عام شكلها ايه، يا ترى صحتي شكلها ايه. وتحت الجودة الحياة لقيت ان الرضا العاطفي كمان داخل، او الشبع العاطفي كمان داخل، والحميمية والقرب النفسي اللي اتكلمت عنه. ما هم مش هنبقى متخنقين على مصاريف العيال ومصاريف الكحك وهنسافر فين وهنروح فين وهنعمل ايه والكلام ده، ويبقى فيه هذا القرب النفسي. يعني ازاي ده، احنا متخنقين، احنا متخانقين على الفلوس، متخانقين على التصرفات، متخانقين على يعني على الكركبه اللي في درج من ادراج، متخانقين على واتفر، بس ده بيعمل بقى هذا التباعد النفسي، فما يبقاش فيه هذه الحميميه العاطفيه اللي هي بقى ايه، الموده والرضا والسكن والحب والعطف والطبطبه والحنيه والكلام ده. المشكلة في الموضوع ده وان الحاجات كلها داخلة في بعض، ما تقدرش تاخد تجيب اول الخيط وما تدورش على اول الخيط، فكر في الخيط كله على بعضه. ليه انا بتفرج على الحاجات دي؟ ليه انا بكلم الستات دول؟ ليه انا بكلم الرجالة دول؟ ليه انا بتفرج على الحاجات دي؟ هل احساسي بالشبع الجنسي فيه مشكلة؟ فيه مشكلة. طب ايه بقى الاسباب؟ فالقوة الجسدية عامل. حاجة تانية كمان، ان لازم كل شخص يفهم تشريحه الجسدي وتشريح الطرف الاخر الجسدي. هذا الجهاز اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا، اللي بيدرسوه طلبة الطب في التشريح ويقولك مكوناته كذا ودي فايدتها كذا ودي فايدتها كذا وده فايدته كذا وده فايدته كذا، احنا كأشخاص عاديين لازم نفهمه، ولازم نبذل مجهود ان احنا نفهمه، عشان لما نبقى في هذه العلاقة مع بعض ابقى انا عارف التشريح الجسدي للطرف اللي قدامي وايه اللي بيساعده وايه اللي ما بيساعدوش. طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في مجتمعاتنا، وده يمكن يدخلني في موضوع السياق الاجتماعي اللي هتكلم عنه، لان ده كان احد الاسباب او الدوافع وراء حدوث الخيانة الإلكترونية، إن جزء من السياق الاجتماعي هو العادات.
المرة اللي فاتت أنا اتكلمت على الرسائل اللي بيتلقاها الرجالة والستات في مجتمعاتنا. المرة دي بقى هتكلم على عادة فعلية بتتعمل، وهي الطهارة، الختان للستات، اللي بتأثر على يا ممكن ما تكونش بتأثر على رغبتهم الجنسية. طبعا الدكاترة المتخصصين يتكلموا أحسن في الموضوع ده وعني، ولكن هي بتؤثر على العلاقة اللي بين الاثنين، فتبقى في احتياجات أكتر، محتاجين وقت أطول، محتاجين اهتمام بشكل مختلف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم ان ما ت... ايه ما... انا مش فاكرة نص الحديث بالظبط، وللأسف مش قدامي الورقة اللي انا كتبت فيها، ان هو ما تبقوش زي البهايم تدخل كده وخلاص يعني، لا، لازم يبقى فيه مقدمات، ولازم يبقى فيه مودة، ولازم يبقى فيه حب وتحبب والكلام ده. انا بسميها كأنها طقوس. في الحضارات القديمة اللي اهتموا قوي قوي بالمواضيع دي وشافوها مش من وراء عدسة العيب والحرام والحاجات الوحشة، لا، شافوها على أصلها، إن هي ده شيء واحتياج حقيقي. فتبص تلاقي مثلا إن في ريحة حلوة في المكان، في مناظر كويسة، وسواء للراجل او للست، دايما اقول لكم دعبوا الحواس. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا حواس خمسة، فكروا في الحواس الخمسة دي، هيشوف ايه، هتشوف ايه، هيشم ايه، هتشم ايه، هتتذوق ايه، هيتذوق ايه، هيلمس ايه، هتلمس ايه. طبعا يعني في بقى حاجات غيرها اللي هي التهيئة العقلية والنفسية للموضوع ده، وعشان كده نشوف ما يمكن المشكلة الأساسية بيننا حاجة تانية خالص، مش هي الحميمية الجنسية ولا القرب النفسي ولا الكلام ده. ممكن تكون بنتخانق عشان الفلوس، هي عايزة تعيش في مستوى وتصرف بشكل، وهو عايز يعيش بمستوى ويصرف بشكل، في مشاكل بينهم. الجودة الصحية، الناس اللي بتشرب سجاير، جوزي قال لي، وده جوزي طبيب، ان ناس كتيرة منهم جدا 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 عندهم مشاكل في هذه الناحية. ليه؟ لان السجاير مبهدلاهم، سواء اعترفوا ما اعترفوش، قعدوا يقولوا كلام فاضي، ده حقيقة. فنشوف بقى هذا الرضا الجنسي وهذا الشبع الجنسي، وايه المشكلة اللي عاملة فيه. وزي ما بقول لكم دايما، افتكروا الفاست فود، ان هذا المقدم على الكلام، او هذا المقدم على مشاهدة الاشياء اللي مش مظبوطة دي، ده فاست فود، ده انت بتستسهل، انت بتستسهلي، ده حاجة مش عايزة مجهود. بتتخيل انك بتصل لنتيجة كويسة مرضية بمجهود اقل، بس ده مش الحقيقة. النقطة التانية، وهي الشبع العاطفي او الرضا العاطفي، وده اللي هو بيتسبب في القرب النفسي بقى، ان احنا الاتنين قريبين من بعض. فالقرب النفسي ده احيانا بيتأثر بالمرحلة اللي احنا فيها. احنا في اول الجواز كان في نكته يقول لك ايه، في اول الجواز اوضه النوم ريحتها زهور وعطور وياسمين وورد وفل والكلام ده، بعد سنه يعني بعد ما جبنا بيبي بقى ريحتها بودره تلك وبامبرز، ما اعرفش البامبرز ريحته ايه، بس يعني هو بودره تلك وزيت اطفال وحاجات زي كده. بيقول لك بعد بقى فتره تبقى ريحتها فولترين وبوفاس. النكتة لطيفة لأنها بتلخص الواقع اللي بنعيشه في المراحل المختلفة من حياتنا الزوجية. ففعلا في الأول قبل ما الست تحمل بيبقى بقى إيه، عرايس وبيبي دولز والكلام ده، وبنخرج وبنتفسح يعني كلها كده ورود وشموع وحاجات لطيفة. بعد كده يبقى فيه حمل وولادة وأطفال، وأطفال بتاعية وترجيع ومسؤوليات، وبعد شوية كمان بقى فيه مدارس
ومصاريف المدرسة ومصاريف مش عارف ايه والباص وهنروح وهنيجي والكلام ده ودروس وبعد شوية بقى ركبي وجعاني، ظهري وجعاني، الضغط عالي، الضغط واطي، الكلام ده كله. فكل واحد فينا يفكر انا في انهي مرحلة في حياتي، ايه التوقعات المعقولة اللي اتوقعها من الطرف الاولاني والتاني، لان ده بقى حاجة ما الطرف التالت ملوش دعوة بيها. فنشوف تأثير المرحلة اللي احنا فيها واحنا زوجين على القرب النفسي اللي بينا، ايه اللي بيقربنا لبعض. يقول لك ايه، دي مش فهماني، دي مش فهماني. قبل ما تحط المشكلة فيها فكر كده، هل انت بتعرف تتكلم؟ هل انت بتعرف توصف مشكلتك؟ هل انت اصلا فاهم نفسك؟ قبل ما تطلب منها انها تفهمك، هل انت فاهم نفسك؟ تيجي الست مثلا تقول لك ده بقى يعني خلقه ضيق، ده بقى مش مستحمل، ده بقى مش عارف ايه، ده بقى ايه، ده بقى ايه. تاني اقفي كده مع نفسك، لو اعتبرتي ان اللي بيعمله ده مجرد رد فعل، ايه الفعل اللي انا بعمله اللي بيثير هذا رد الفعل ده؟ فكل واحد يبص لنفسه واللي بيعمله والحاجات اللي بيتسبب فيها، فبالتالي بنبعد عن بعض. الدوافع الأخرى اللي هي تحت السياق الاجتماعي، يمكن دي أنا هعيدها تاني، اتكلمت قبل كده على الرسائل اللي بتيجي للراجل، انت ما تقدرش تتحكم في نفسك، او ان انت رغبتك اكتر من رغبة الستات في الحاجات دي، او انت تقدر تتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة. فيبتدي يبقى في حل سهل، بدل ما احل المشكلة اللي بيني وبين مراتي، لا ده انا ممكن اتجوز، ولو ما قدرتش اتجوز او بقى اكلم واحدة واثنين وثلاثة واربعة. واتكلمت على فيلم احمد زكي اللي هو امرأة واحدة لا تكفي، انا عايز واحدة حنينة، وعايز واحدة كذا، وعايز واحدة كذا، وعايز واحدة كذا، كله مع بعضه يبقى انا كده ايه، راجل مبسوط. لا، الحاجة التانية ان برضو في موضوع السياق الاجتماعي في نقطة مهمة جدا جدا برضو عثرت عليها، ان ممكن يكون الرجل متقبل حوار بشكل معين، ممكن يكون فيه ابتذال، ممكن يكون فيه استخدام لألفاظ مش لطيفة، يكون فيه تشبيهات مش لطيفة، يكون فيه حاجات مش لطيفة، يتقبل ده من واحدة ست بعيدة غريبة، لكن ما يقدرش يتقبله من مراته، لأن مراته الست المحترمة، بنت الناس الكويسة اللي لازم تفضل كده ليها صورتها ومهابتها، فما اقدرش اقول معاها الكلام المبتذل السخيف ده، اروح ادور على واحدة بره اقول معاها الكلام ده، او افعال معينة لا ما اقدرش برضو، او الزوجة تبقى برضو لا انا ما اقدرش اعمل الكلام ده قدام جوزي، ما اقدرش اقول الكلام ده لجوزي، عيب، ما يصحش، انا ست محترمة، انا كذا انا كذا. ف ممكن تلاقيها بتقول الكلام ده مع حد بره، او احيانا بيعملوه تحت ستار اسم مزيف او اسم مستعار او شخصية بيرسونا مستعارة. فاكرين الفيلم اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عفريت مراتي شادية وصلاح ذو الفقار، ان كانت بتحصل لها مشاكل نفسية وتتقمص دور وفيلم وحاجة زي كده، هي كانت بتهرب لان حياتها كانت فيها ملل، ده كان عندها اطفال وكان جوزها بعيد عنها مدة طويلة وما كانش فيه هذه الاثارة في حياتها، فكانت بتروح السينما تتقمص الشخصيات وتمثلها وتغير في شكلها ولبسها وطريقة كلامها والكلام ده كله، لغاية ما وقعت فريسة، او وقعوا كلهم فريسة لرئيس عصابة لعب بذكاء، اللي هو عماد حمدي لعب بذكاء وخلاهم يسرقوا له البنك. فالسياق الاجتماعي اللي بيمنع كل شخص انه يعمل حاجة
على طبيعته وعلى حريته مع الطرف التاني، مع ان هما مفروض ستر وغطى على بعض زي ما بيقول المثل الدارج، لكن السياق الاجتماعي اللي لا 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 انا ما ينفعش، او الرسالة السخيفة اللي بترسل للستات ان انتي كل ما بتكبري انتي بقى مفروض تبقي ست الحاجة بقى، ما تلبسيش، ما تاخديش بالك من نفسك، ما مفروض تبقي زاهدة في الدنيا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. لو انتي كويسة وصحتك كويسة وعايزة تلبسي البسي، عايزة تتمكيجي تمكيجي، عايزة تحطي برفانات حطي برفانات، عايزة تخرجي تتفسحي روحي تخرجي وتفسحي. السياق الاجتماعي اللي احنا فيه اللي بيدينا مسجز مش صح، اللي بيجبرنا ان احنا نفكر بشكل معين او نتكلم بشكل معين او نتصرف بشكل معين عشان خايفين من كلام الناس، عشان خايفين من كذا، عشان خايفين من كذا. وطبعا السياق الاجتماعي ده ممكن يكون تريقة الناس اللي حوالينا، لما يلاقوا اي زوجين لسه بيضحكوا مع بعض ولا بيدلعوا مع بعض ولا بيهزروا مع بعض، ايه يا عم؟ بابا كان دايما يرد ويقول للشباب شباب القلب، الدهن في العتاقي، الكلام ده. تخيلوا بقى الحاجات دي بقى ممكن تحصل لناس صغيرة كمان في السن. انا يعني سمعت مرة، انا بحب الالوان، لابسة فوشيا، واحدة بتقول لي عيب انتي عندك رجالة كبار، الولادي اللي مخلفاهم عيب، شفتوا الكلمة عيب، ايه اللون اللي انتي لابساه ده؟ ومع ان انا لا كنت لابسة لبس خليع ولا خارج ولا اي حاجة ولا الكلام ده، لكن مجرد ان انا عندي ولاد كبار يبقى لازم البس بشكل معين، يبقى لازم البس الوان معينة. ده مثال بس على الرسائل اللي بتجيلنا. فنشوف السياق الاجتماعي اللي احنا فيه، وايه الحاجات اللي بتجيلنا من بره اللي ممكن تكون بتأثر على علاقتنا مع بعض. الدوافع الاخرى وهي تحت صفات شخصية، صفات شخصية ان هذا الفعل، ان انا بتكلم مع الستات دول او بتكلم مع الرجالة دول او بتفرج على الحاجات دي او بأقدم على هذا الفعل او العمل، نابع من حاجة ناقصة فيا، انا احساس بنقص معين، حاجة معينة فيا، كبت معين ما عالجتوش. فليه بقول لكم ان الموضوع يبتدي الاول بوقفة مع النفس قبل ما اروح للطرف المذنب المخطئ ده وامسك في زمارة رقبته، فاشوف في ايه نقاط ضعفي انا، في ايه مشكلتي انا، واركز عليه عشان احلها. لو ابتديت احلها هيتحل الموضوع كله. الدوافع الاخرى هي التواصل بين الزوجين، بنتكلم ازاي، بنتكلم بصراحة مع بعض ازاي. احيانا عشان نتكلم بصراحة لازم نكون بنتخانق، ويطلع الكلام الصريح ده بشكل مهين للطرف التاني، انت اصلك كذا وكذا وكذا، ده انت اللي فيكي كذا وكذا وكذا. وده ممكن يكون كلام صحيح، ممكن يكون اللي انا بقوله على جوزي صح واللي هو بيقوله عليا صح، ولكن عشان طلع في خناقة وفي زعيق وفي دش وفي خبط وفي رقعة وأحيانا قدام الولاد، بقى جارح، بقى مهين، بقى بدل ما يقربنا من بعض، الصراحة دي بدل ما تقربنا من بعض لا بتقطع الحبال اللي بينا. فلازم يبقى فيه كلام صريح وننتقي الألفاظ بتاعتنا، بس نشرح المشكلة. انا ليا احتياجات وانت ليكي احتياجات، هل احتياجاتنا زي بعض؟ هل في نقاط مشتركه بين احتياجاتي واحتياجات الطرف الثاني؟ زي مثلا كل قد ايه مثلا محتاجين يبقى في هذا القرب والتلاحم الجسدي اللي بيننا، كل قد ايه؟ ناس تقول لك كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر، يا عم
ده لو مرة في السنة يبقى كويس. لا ده احنا بقالنا 10 سنين إيه نتكلم مع بعض. طب ليه؟ ليه ده؟ اه اصل انا ظهري بيوجعني، اصل في كذا، اصل في كذا، اصل انا قلبي ومن ساعة ما جالي القلب بقى في كذا. طب ايه الحاجات اللي ممكن نعملها لبعض ومع بعض اللي تقربنا شوية من بعض واللي تحدث هذا الشبع اللي ما يخلينيش اتسحب من جنب مراتي بالليل واستنى لما تنام عشان اروح اكلم واحدة او اكلم واحد، او ما تخليهاش تعمل لنفسها شخصية تانية خالص وتتكلم من ورا جوزها مع حد والكلام ده كله. في ده في النوع الاخير من الدوافع، ده اللي انا لقيته، لكن في حاجات تانية انا هتكلم عنها، اللي هو الانتقام. والانتقام ده على فكرة مش شرط، اصل هو بيتكلم ناس فانا هتكلم انا كمان. ده احيانا اصل انا قرفان منها، اصل انا خلاص ما عدتش طايقها، فبقى في نوع من الكراهية. بس للأسف احنا قاعدين مع بعض عشان الولاد والعيال والعيشة والكلام ده، فكلامي مع حد آخر، كلامي مع حد تاني كأني بنتقم منها أو كأني بنتقم منه. أحيانا ما بنكونش مدركين لده، وده اللي أنا قريته في الأبحاث اللي هم عملوها، إن أحيانا الحاجات دي بتحصل بنكون بدون ما نكون مدركين ليها. ندركها امتى بقى؟ لو فكرنا كويس قوي قوي قوي. نيجي بقى للطرف الثالث، ودي يمكن حاجة من الحاجات اللي ما لقيتهاش في الابحاث قوي ظاهرة، لان الابحاث والدراسات وعلم النفس والكلام ده بيركزوا على الطرفين اللي يقدروا يتكلموا معاهم. والمشكلة ان الطرف الثالث ده ممكن يكون طرف اول في علاقة تانية. لكن في كذا حاجة لما فكرت فيها لقيتها موجودة في الطرف الثالث ده، سواء راجل او ست. الطرف الثالث ده مستفيد بشكل او باخر من علاقته بالطرف الاول. لو قلنا الطرف الاول ده زوج بيتكلم مع واحدة، الواحدة دي ممكن تكون زوجة، ممكن تكون مطلقة، ارملة، او لسه متجوزتش، فليها حالة اجتماعية، لكن هي مستفيدة. احنا بنحط اساس كبير قوي على قوة الحب، احنا حبينا بعض. انا شايفة، وده رأي شخصي ومن اللي انا سمعته ومن الجوابات اللي جات لي ومنهم كمان اتكلمت مع ناس كانوا في الطرف الثالث ده، الاستفادة مش استفادة عاطفية فقط، مش استفادة عاطفية فقط. لازم بيبقى فيه نوع من انواع الاستفادة المادية بشكل او باخر. والاستفادة المادية مش شرط انها فلوس، ده ممكن الاستفادة المادية انا مطلقة، انا عايزة اتجوز، انا مش عايزة افضل لوحدي، او انا ارملة. انا في سيدة كلمتني ما كانش عدى سنة على جوازها، سوري على وفاة جوزها، وطبعا من الحجج اللي بتقولها لي اصل علاقتي بيه كانت وحشة، اصل علاقتنا كانت مضطربة. ماشي، علاقتك بجوزك كانت مضطربة، ايه اللي يخليكي تروحي تاخدي جوازات الناس التانية، الستات التانية؟ يدخل بقى السياق الاجتماعي هنا، ان هي فرصتها في انها تتجوز واحد مش متجوز قليلة، فبتقول اصل انا يا ارمله يا طبعا بتبقى مطمع، وده برضو سياق اجتماعي لانها بتبقى سهله. ان الطرف الاولاني لو كان راجل سهل انه يوقع هذه السيده اللي عندها عطش عاطفي في شباكه، مفيش، بيسموها بالانجليزي
no strings attached، يعني مفيش خيوط مسكاني مكبلاني، انا حر، انا ممكن انهي العلاقه باي شكل. ولو اتطورت كمان العلاقه لخيانه واقعيه فعليه، هي بقى مش مادموازيل، مش ممكن يكون عندها شقتها، الكلام ده كله، فتبقى صيده سهله. وعلى فكره انت كمان برضو بالنسبه لها صيده، لان هي عارفه ان حظها في سوق الجواز، فرصها يا اما هتجوز واحد مطلق يا اما هتجوز واحد ارمل، وقليل جدا جدا يكاد يعد على الاصابع اليد الواحده اللي يقدروا يتجوزوا واحد ما تجوزش اصلا، لان المجتمع بتاعنا مش هيحب ده ومش هيشجع على ده. وممكن يبقى فيه كمان استفاده ماديه، ان هذا الشخص بيستقطع جزء من دخله كبير صغير ويديه ويوجهه لهذه العلاقة. وفي بقى أنيل، في اللي أصلا ستات ورجالة شغالين في هذه التجارة، لأن أنا لما كلمتكم على الأفلام الإباحية المرة اللي فاتت، دي صناعة كاملة. الأفلام اللي ممكن تكون مدتها دقائق ممكن تاخد ساعات في التصوير، وكاميرات وإضاءة ومخرجين وممثلين وقصة وحبكة ومش عارف إيه والكلام ده كله، صناعة، وناس جيش جرار وراء هذه الصناعة، اللي زي بالظبط اللي بيقعدوا في المعمل يعملوا مكسبات الطعم عشان يحطوها على البوزو والكاراتيه، انا مش فاكره الانواع دلوقتي اسمها ايه، مش عارفه اولادي كبروا، والشيبسي والبسكوتات والشوكولاتات والحاجات دي، مكسبات الطعم دي اللي بتخلينا عايزين محتاجين هذا الطعم، فناكل الحاجات دي تاني وتاني وتاني وتاني، مع انها ما بتغذيش، مع انها ما بتفيدش. فالطرف الثالث ده لو سيده، بغض النظر عن حالتها الاجتماعيه، مستفيدة من الطرف الأول، مستفيدة من الطرف الأول. والاستفادة دي مش قصر على الاستفادة العاطفية وبس، دي مستفيدة، ممكن تكون مستفيدة ماديا كمان. فالطرف الأول بقى مفروض يفكر، هي ليه الست دي بتعمل معايا كده، هي ليه الست دي بتقول معايا كده، خاصة لو هي كمان متجوزة. لو هي بقى الطرف الثالث دوا بقى سيدة، فهي الطرف الأول في علاقة أخرى، فكر هو الراجل ده بيكلمني ليه. أبسط حاجة أقول له أصل علاقتي بمراتي وحشة، صدقيه فعلا هو علاقته بمراته وحشة، لكنه لم يبذل المجهود أنه يصلح هذه العلاقة، بيستسهل. اللي مش قادر اشبع منه هنا اجيبه منك. لو بيكلمك بطريقة مهينة، بيقولك كلام وحش، انا متأكدة انه ما يقدرش يقول الكلام ده لمراته، عشان مراته دي ام العيال، او مراته دي شايلة اسمه، فلازم تبقى بشكل معين وبهيئة معينة وبتتكلم بطريقة معينة وبتتصرف بطريقة معينة والكلام ده كله. وفي رجال أشرار بيعملوا الكلام ده للشر، لكن أنا ما بحبش أعمم الشر، إن أنا أقول إن كل الرجالة وحشين، إن كل الرجالة خاينين، إن كل الرجالة قلت لأدب، إن كل كذا. ودي يمكن نغمة بلاقيها المطلقات بيقولوها كتير قوي قوي على السوشيال ميديا، ان المجروحة عايزة توهم كل سيدة ان كل الرجالة وحشين، وان كل الرجالة بيعملوا حاجات وحشة، وان كل الرجالة لو جات لهم الفرصة يخونوا هيخونوا. دول ضعاف النفوس، وما نقدرش نعمم. الخير في امتي باق الى يوم الدين، في خير. ف
طولت بس معلش الموضوع متشعب ومعقد. طيب تعالوا بقى نشوف هنتناول هذا الموضوع ده ازاي. اول حاجة ان قبل المواجهة لازم اقف مع نفسي، ولازم اقيم علاقتنا كلها مع بعض واحط خطة. ما هو اصل ما ينفعش اروح ماسك بنزين وارميه على النار ومتوقع انفجار بدون ما يكون في حاجة تحميني، بدون ما اكون عامل خطة او عاملة خطة لمواجهة هذا الامر. لازم يبقى الواحد حاطط بينه وبين نفسه سيناريو، انا لو واجهت هذا الشخص هيرد ويقول ايه. السيناريو الاولاني، انا كده، انتي مالك، انا راجل، او لا 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 ما حصلش، او انا اسف. انا طبعا ما يعني بقول ان هو راجل بس هو ممكن تكون ست برضو. انا اسف، انا اسفه، انا مش عارف ايه اللي حصل، انا مش عارفه ده ازاي حصل، انا الكلام ده فايه سيناريوهات المحتمله من المواجهه. ولما اعرف السبب او الاسباب اللي خلت علاقتنا فيها هذا الوهن والضعف، اللي خلت الطرف الاول يروح يدور في الحاجات دي، لو توصلت لحاجة ناقصة قبل المواجهة ادي نفسي وقت. انا هدي نفسي شهر مثلا، شهر او شهرين، ان انا احسن العلاقة بينا. ده مثلا في مشكلة مثلا في العلاقة الجنسية اللي بينا، طب ليه؟ اصل انا ما بحبش الحاجات دي، اصل انا بتعب من الحاجات دي، اصل انا مش عايزه، اصل انا زهقت، اصل انا كذا، اصل انا كذا. طيب الطرف التاني محتاج احتياجاته قد ايه، خليني اشبعه الاول في هذه الناحيه، وادي نفسي فرصه فتره اختبار من غير ما اقول للطرف الاخر ان انا عرفت. الحاجه التانيه، الوقت اللي بيتسحب فيه امتى؟ من الاحصائيات اللي قريتها ان اكتر وقت لمشاهدة الافلام الاباحية او الانخراط في مثل هذه الاعمال بيكون من الساعة 11 للساعة 1 بالليل. الفترة دي يا ترى جوزي صاحي ليه؟ طب هو شغله بينام كويس؟ بيصحى للشغل فايق، بيعمل كذا بيعمل كذا، طب انا بنام امتى؟ طب هل ممكن اخر ميعاد نومي؟ طب هل ممكن اعمل حاجات معينة بالليل اخليه يبقى هادي ومسترخي في ان هو فينام؟ مش هتحطي له منوم بقى، لا، بس مثلا بدل ما نشرب شاي وقهوة نشرب كاموميل، بدل ما تبقى الدنيا منورة وبنتفرج على فيلم أكشن والكلام ده، نتفرج على حاجة هادية ونطفي الأنوار ونخفض الأنوار. نحط، اعمليها بينك وبين نفسك أو اعملها بينك وبين نفسك من غير ما تقول للطرف الآخر أنا بحاول أنيمك. نحط مثلا مزيكا من أنواع المزيكا اللي يعني بيبقى فيها برين ويف معينة، موجة معينة بتخلي الشخص ينام، يقوم ننام مرتاحين، ما يبقاش مخه صاحي ومتوتر ويستنى كده لما اروح في النوم عشان هو يقوم يعمل حاجات تانية. بالنهار مثلا، هل زوجتي ملانة؟ هل قاعدة مثلا الست مثلا ما بتشتغلش، قاعدة في البيت فملانة؟ هل مفيش كلام بينا؟ هل ما بنخرجش؟ طب ما نخرج، ما نتفسح. هل طريقة لبسي مثلا في البيت عادي؟ في اعرف ستات ان لبسهم في البيت وحش جدا جدا،
واللبس مش لازم يبقى المفتح والقصير والكلام ده وغلالة شفافة، مش هو ده. طب خليني اتعلم البس بشكل تاني، خليني ممكن يكون مثلا حاجة من الحاجات اللي جات لي ده ابتدى ياخد باله من نفسه، بدل ما اقول له ايه ده انت فجأة غيرت لبسك، انت بقيت بتشيك، الله ايه الشياكة دي، تصدق الالوان دي لايقة عليك. بدل ما تقولي له ان هو لازم يبقى سوري يعني مفعكش ومبهدل وبتاع، لا 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 شيكيه هندي. ممكن في ستات اشيكه انا، ده انا عايزاه مبهدل ومنال عشان مفيش واحدة ست تانية تبصله، حتى وهو مبهدل هتلاقي برضو اللي يبصله، لان زي ما في ضعاف النفوس في ضعيفات النفوس. كان دايما حماه يقول ربنا يحميكم من شياطين الانس وشيطانات الانس وشياطين الجن وشيطانات الجن. فقبل ما اخد خطوة المواجهة ادي نفسي فرصة فترة اظبط اي حاجة ناقصة بدون اتهام لنفسي بالتقصير، بدون ما اقول لا ما اصل انا اللي كذا وكذا وكذا وهو كذا وكذا وكذا، لا بدون اي اتهام لنفسي بالتقصير. في حاجات ناقصة، 1 2 3 4 وانا هكملها. وعلى مدار اليوم افكر ايه اللي ممكن في علاقتنا ناقص اكمله، افكر في احتياجاتي انا كمان، انا الطرف التاني يعني، انا الطرف التاني اللي مغدور بيه، افكر هل في حاجة في احتياجاتي ما ساعدش لإشباعها، فبالتالي الشخص الأولاني بقى محبط، الطرف الأولاني بقى محبط لأنه مش قادر يشبع الطرف التاني. طب إزاي بقى نقرب من بعض؟ إزاي أخليه، إزاي أعلمه يقرب مني ويديني اللي أنا عايزاه؟ إيه هو اللي هو عايزه اللي انا محتاجة اديهوله؟ وما تقصروش تفكيركم في الناحية الجسدية فقط، النفسية والعصبية والعاطفية جانب مهم جدا جدا جدا. ادينا نفسنا فرصة ندرس الموضوع ده ونغير شوية في حياتنا وجودة حياتنا وصحتنا، نيجي بقى للمواجهة. طيب بيننا وبين نفسنا حللنا الموضوع ودرسناه وحللنا علاقتنا مع بعض وايه اللي ناقصنا، وحاولنا ادينا نفسنا فرصة مثلا شهر او شهرين، وادينا يعني ركزنا على تقوية علاقتنا مع بعض، ان احنا ما نسيبش الطرف الاول لوحده مثلا، مش بس مش ان انا اقعد على نفسه واخنقه او اقعد على نفسها اخنقها، او ابقى بتجسس بتعملي ايه بتعمل ايه انت فين انت مع مين الكلام ده، لا بهدوء وبذكاء وبحكمة. وهنا كلامي للطرفين سواء اللي هو الطرف الاول سواء كان راجل او كان ست، الهدف الاسمى هنا ان احنا نصلح العلاقة. لو اسهل حاجة جوتي في الكلوب ونخربها، الاصلاح اصعب ومحتاج حكمة. فشوفنا الموضوع، قيمنا، حللنا، حطينا خطة ازاي نقرب من بعض، ازاي اشوف احتياجاته واديها له، الطرف الاولاني هذا الطرف المخطئ المجرم المذنب، ازاي نقرب من بعض، ازاي نحسن علاقتنا مع بعض، ازاي نهيئ البيئة البيت والمناخ اللي احنا عايشين فيه انه يكون يساعدنا ان احنا نقرب من بعض ونزدهر، وايه نوعية المشاكل اللي ممكن تكون بتسبب البعد بيننا، فبالتالي بتخلي طرف يروح يدور على الاشباع والسعادة بره
محيط الإطار الحلال الجميل، العلاقة اللطيفة الجميلة دي. الأمور تحسنت كويس، الأمور ما تحسنتش لازم هيبقى فيه مواجهة. المواجهة هنا لازم برضو تكون مدروسة ومحسوبة. اللي بيرمي قنبلة ومش حاطط من ضمن السيناريوهات انها ممكن تنفجر فيه، ده انسان غبي. اللي احنا بنعمله ده ان احنا بنرمي قنبلة. انا برمي القنبلة دي يا هتدمرني يا هتدمر الطرف الاخر يا هتدمرنا احنا الاثنين، والاوحش كمان انها ممكن تكون هتدمر اطفال او اولاد او بيت هيتهد. فالمواجهة ما نحولهاش لانفجار، عشان كده لازم يكون في ترتيب. ودايما اقول، افتكروا دايما كلمتي، حلوا قبل ما تحدقوا، اتكلموا عن المحاسن الاول قبل ما يعني، واحنا في ميكانيكا قبل ما كنا بنشغل مكنة كنا لازم نتأكد ان تروسها مزيتها. لو حصل الانجيج وحصل هذا الاتصال بين التروس وهي مش متزيتة، ممكن تتكسر. فالتزييت في الكلام عبارة عن الكلام الحلو، نفتكر ايه الحلو في الطرف التاني، ايه اللي بيسعدني من الطرف التاني، ايه الحاجات الحلوة اللي بينا، ايه الحاجات الجميلة اللي عشناها سوا. ده بيحط الفرشة الأرضية، أرضية الكلام. بعد كده بقى نتكلم ونقول اصل حصل حاجة، الحاجة دي زعلتني قوي، ضايقتني قوي، ده احنا كده لسه كله في التمهيد، حسستني ان انا بني ادم ماليش قيمة، حسستني بكذا، حسستني بكذا، لسه بنمهد الطريق. اصل انا لقيت كذا 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 او عرفت كذا كذا كذا. ونتوقع بقى ردود افعال مختلفة للشخص اللي قدامنا. كل واحد فينا قادر على انه يأتي بعدد لا نهائي من ردود الافعال. ممكن ايه؟ لا طبعا، انت بتقول ايه؟ انت بتقولي ايه؟ الكلام ده مفيش. ده رد من ردود الافعال. او ايه المشكلة؟ انا وهي بنحب بعض، انا وهي بنتكلم. او لا، ما هو اصل انت لو كنت مديني كذا وكذا وكذا ما كنتش انا فكرت في كذا وكذا وكذا، وما كنتش عملت كذا وكذا وكذا، اصل انت كذا، اصل انت كذا، اصل انت كذا. يبقى فيه اللوم والعتاب وينقل الكورة في ملعب الطرف التاني. انت المخطئ، انت المذنب، مش انا. لا، ده هو عشان تقصيرك انت او تقصيرك انت يا ست هانم انا عملت كذا وكذا وكذا. او الرد ببجاحة، ايه يعني؟ اعرف واحد كان بيقول لواحدة لمراته، ايه يعني دي خطيبتي، خطيبتك؟ طب وانا؟ احنا متجوزين. المشكلة الشارع مديني واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ماشي اوكي، دي خطيبتك ودي خطيبتك ودي خطيبتك، بكلمه، دول خطيباتي. في تصوروا، في ناس بتقول كده. او الرد فعل من ردود الافعال المحتملة، انا اسف، انا مش عارف انا عملت كده ليه، انا اصلي ضعيف، انا اصلي كذا وكذا وكذا، اصل الراجل كذا وكذا وكذا، الراجل ضعيف، الراجل مقدرش يستحمل، او لحظة ضعف، لحظة شيطان. هي فعلا لحظة ضعف ولحظة شيطان وكل حاجة، بس احيانا بتتقال عشان الشخص اللي عمل الغلط دوا يشيل ثقل الغلطة من عليه، يحطها على اي حاجة تانية، يحطها على الشيطان، يحطها على الضعف البشري،
يحطها على الشخص الطرف الثالث بقى، اللي هو لا اصلها لعبت بيا، اصلها اثرت عليا، اصل هو كلمني بكذا، اصل هو كذا، اصل هو كذا. فلازم نكون عاملين تصور لكل ردود الافعال دي. واهم حاجة في المواجهة ان احنا لا نحيد عن الفعل الاساسي. اصل انتي مقصرة في حقي كذا وكذا وكذا وكذا. ايوة، نحل ده، مش تروح تكلم ناس تانية. اصل انت مش بتعاملني كويس، اصل انت مش حنين عليا، اصل انت كذا. قوليلي وانا حسن من نفسي، بس ما تروحيش تكلمي واحد تاني. اصل ده ضعف بشري، اصل ده كذا. قولي وانا ساعدك انك تتغلب على ضعفك البشري. اصل دي لحظة شيطان، اصل دي، اصل كذا، اصل كذا. تعالالي ونتكلم ونحط خطة ازاي ما نسمحش للشيطان يدخل بيتنا وحياتنا وقلوبنا. فخدوا بالكم ان لازم هيحصل مراوغة. اصل البني ادم لما يتزنق ويحس بالاهانة واوبس يتقفش، لازم دي تبقى يبقى عنده رد فعل من ردود الافعال دي. مهمة الطرف التاني بقى اللي هو اللي اذته هذه العلاقة ما بين الطرف الاول والتالت، ان يلف الكلام يرجعه تاني لمربط الفرس. عينك على مربط الفرس، عينك على مربط الفرس. واهم حاجة برضو كمان ان نكون عاملين خطة للاصلاح. طب خلاص اوكي، الطرف ده غلط، اتكلم الكلام ده كله، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، او اوعدك هبطل. ازاي هتبطل؟ ازاي انت في الوقت ده مثلا، زي مثلا بعد الساعة 11 بتروح تتفرج على الحاجات دي، او وانت لوحدك بتتكلم مع الست دي او مع الستات دول. دايما اقول لكم، اصدق دي بقت عادة، ان التخلص من عادة سيئة لازم يكون باستبدالها بعادة كويسة. بدل ما تروح تتفرج على الأفلام دي، تعال نقعد مع بعض. لما تحس بالرغبة في كذا وكذا وكذا، تعال نتكلم ونقعد مع بعض. أنا مثلا تعبانة مجهدة، ما بقدرش أديك احتياجاتك اللي أنت محتاجها. انا محتاجة مثلا ان اجيب حد يساعدني في تنظيف البيت عشان انا ابقى كويسة، او انا محتاجة اخد بالي من صحتي عشان اقدر اديك احتياجاتك، او احنا بقالنا كتير ما بنخرجش، ما بنتفسحش، احنا بنقعدش مع بعض، ما بنتكلمش مع بعض غير في مشاكل الولاد والزن وقرف الولاد والكلام ده كله. تعالى نجدول الوقت بعد ما الولاد يناموا، نقعد لنا ساعة مع بعض، وهكذا. يبقى هذه العادة السيئة، سواء كلام مع الطرف الثالث أو فرجة على حاجة وحشة، نستبدلها بإيه؟ إيه اللي ممكن نعمله أنا وإنت، ودايما يبقوا إنتوا الاتنين مع بعض. إنت هتوقف اللي إنت بتعمله، لكن أنا هساعدك، انا كمان هسندك. لو في بقى طرف تالت، للأسف انا شفت بعض القصص ان الطرف التالت بيبقى طرف بجح قوي قوي، لدرجة انا هاخده منك، او انا عايزاه، او هو كده. لازم ممكن في فترة من الفترات يبقى في مواجهة مع الطرف الثالث. احيانا بيحصل ده، واحيانا بنضطر لده، خصوصا لو الطرف الثالث ده شخص حقيقي من لحم ودم. انتي ابعدي عن جوزي، انت ابعد عن مراتي، بس ده في الاخر خالص بقى.
لو استمرت العملية دي على طول على طول على طول وما قدرناش ان احنا نغيرها، لو ما قدرناش ان احنا نبدلها، بس اتكلموا من منطق قوة. انتم اللي في ايديكم القوة، الطرف التاني قوي، الطرف التاني مش ضعيف، الطرف التاني مش مهضوم حقه، الطرف التاني عمل بيت وأسرة مع الطرف الأولاني، انتي ليكي أكتر. انتي كلامي للستات، انتي ممكن تقدمي له اللي انتي بتقدميه له زائد اللي بيقدمه الطرف التالت. انت ممكن تحتويها وتبقى ليها كل حاجة وتغنيها عن اي حاجة تانية. اخر بقى نقطة في المواجهة الكونسيكونسز او العواقب. لو هذا الامر وما وقفش، احنا هنحاول وعملنا خطة اصلاح، هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، هنتكلم مع بعض بالطريقة الفلانية، هنتعامل مع بعض بالطريقة الفلانية، هنلاقي حلول للمشاكل اللي بينا، هعمل اللي انت بتحبه وانت هتعمل اللي انا بحبه، هنتحبب لبعض، هنتودد لبعض، هنقرب من بعض، هنرجع تاني زي فترة الخطوبة ونروح ونخرج ونتفسح ونتكلم والكلام ده كله. لكن ممكن يكون الموضوع اقوى. ايه بقى الكونسيكونسز؟ ايه العواقب؟ ولما نحط عاقبة نكون مستعدين ليها. في ستات بتهدد بالطلاق ولما يحصل تحتاس. طب وانتي لما هددتي بيه ولما قلتي ده هيبقى اخر يوم بيني وبينك او ده هيبقى كذا او ده هيبقى كذا، ما فكرتيش هتروحي فين، هتكلمي مين، هتكسبي منين، لو بتشتغلي او ما بتشتغليش، الولاد، البيت، العيلة، طقم التيفال، طقم الصيني، كل التفاصيل دي. ما تحطيش تهديد او ما تحطش تهديد الا اذا كنت قادر على تحمل عواقبه. قررته او قررتي او قررت انك تدخل حد، شفتي يا ست هانم بنتك بتعمل كذا وكذا وكذا، شفتي حماية بنتك بتعمل كذا، شفتي حماية ابنك بيعمل كذا، شفتي حماتي ابنك بيعمل كذا، زي ما عملنا سيناريو لرد فعل الطرف الاولاني لازم نعمل سيناريو لرد فعل الطرف التاني. سوري، للي هم من طرف الطرف الاولاني، ابوه، امه، اخواته، ابوها، امها، اخواتها، عمها، الناس اللي هندخلهم بينا ردود افعالهم شكلها ايه. اول حاجة ما تتوقعيش او ما تتوقعش الناس تيجي في صفك. هو لو الطرف الاولاني راجل، يعني الطرف التاني ست، يعني الطرف الخاين راجل، الناس ممكن تيجي في صفه للأسف، وده يخش تحت السياق المجتمعي بتاعنا. لكن لو هي ست هتتعلق لها المشانق. فلو قررنا المواجهة وحطينا كل الخطوات دي وصلنا للآخر ان احنا هندخل اطراف خارجية في الخلاف، زي ما عندنا في القرآن حكموا من أهله وحكموا من أهلها، على ألا على الآية أن يريد إصلاح، أن يريد إصلاح الطرف اللي ندخله لازم نكون متأكدين أنه عايز يصلح، وأنه من الحصافة ومن الحكمة أنه ما ياخدش صف حد قصاد حد. ولما نعرض بقى المشكلة، عشان كده ليه بقول لكم في فترة الاختبار دي قبل المواجهة، لما اروح للطرف الخارجي اللي هيحكم بقى، الحكم بقى، واقول له انا اكتشفت ان الطرف الاولاني بيعمل كذا وكذا وكذا، الكلام ده كان من فترة كذا، فانا وقفت وحللت علاقتنا ودرستها وشفت مشاكلنا،
وخلال الفترة اللي فاتت شهر شهرين 6 شهور بقالي الفترة دي بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين واجهته ووعدني بكذا الطرف الأولاني واتفقنا على كذا وعملنا كذا، لكن مفيش حاجة اتحلت. لما نقول للطرف الخارجي اللي هو الحكم على كل اللي احنا عملناه ده، يبقى احنا كده سدينا المنافذ بتاعت ما هو انت اللي مقصرة، او ما هو يمكن انت اللي غلطان. فلما نسد المنافذ دي يبقى فيه تركيز اكتر على الحل. طبعا يعني الموضوع مش سهل، الموضوع صعب وفي مشاكل وليرز زي ما بقول لكم. الموضوع ده معقد وطبقات فوق بعضها، ولكن الأهم بالنسبة لنا إن احنا نصلح ما نهدش. وأقول لكم وكررها لكم إن للأسف حاجات كتير قوي سهلت الحرام وخلت حدوثه أسهل بكتير، لكن ده بيحصل في كل العصور، وكل العصور كان فيه هذا الخداع بشكل أو بآخر. لو في حاجة تانية ممكن تتعمل، ياريت تقولوها لنا، ياريت تكتبوها تحت، ياريت لو حد سمع عن تجربة ناجحة يقول لنا تحت ازاي نتعامل، عشان يعني انا عايزة ان يبقى ده منصة ان احنا نتعلم من بعض. انا ما بعرفش في كل حاجة وما بفهمش في كل حاجة وما مرتش بكل التجارب، فيمكن انسان او انسان سمعوا قصة حد وتجربة شخص اخر، فممكن نستفيد منها كلنا مع بعض. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.